بحزيران 2014 أصبحت بعلبك الهرمل محافظة مستقلة عن البقاع، وحول هالموضوع بنحكي مع ضيفنا محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر. أهلا وسهلا فيك. مرسي، صباح الخير. جاي من بعلبك؟ اليوم لا، من بيتي ببعبدة. بس أنت ببعبدة. أنا من طرابلس، محافظ بعلبك الهرمل وساكن ببعبدة. كثير غريب. بكل الأحوال موضوع اللامركزية الإدارية بمجرد فصل منطقة بعلبك الهرمل عن البقاع أكيد صار في إلها إيجابيات أكثر، مزبوط؟ أكيد. أول الإيجابيات اللي بلشتوا تلمسوها شو هي؟ حقيقة محافظة البقاع لما كانت بعد المحافظة واحدة هي كانت أكبر محافظة بلبنان ومساحات كثير شاسعة. اليوم بعلبك الهرمل لما انفصلت عن محافظة البقاع وصارت محافظة لحالها، وهي اليوم كمان أكبر محافظة بلبنان من ناحية المساحة، 27% من مساحة لبنان، ولو أنه عدد السكان أو الكثافة السكانية قليل نسبة للمساحة ولباقي المحافظات. يعني بعطيك مثل صغير، يعني بالزمان كان ابن الهرمل إذا بده معاملة من المحافظة بده ساعتين ليوصل على زحلة روحة وساعتين رجعة، فبيضيع نهار كامل لحتى ينجز أقل معاملة. اليوم لما صارت بعلبك الهرمل محافظة وصار في تعيين للمحافظ وبلشنا نفصل كل الإدارات عن زحلة، فالحكم أن هذه هي المركزية الإدارية، فالمواطن كثير تسهلت أموره، إضافة أنه البلديات مشاريع اللي كانت تاخذ معهم أشهر لحتى ياخذوا الموافقات والتصديقات المطلوبة من المحافظة، اليوم صار بظرف أيام عم يحصلوا عليها. نعم، عم بتقول أنه يمكن هي تاخذ النسبة الأكبر من مساحة لبنان محافظة بعلبك الهرمل، إنما نسبة السكان فيها هي الأدنى إذا فينا نقول. عم تعملوا شيء مشاريع، في مشاريع أو خطط إنمائية أو حتى اقتصادية لتنمية هالمنطقة ويرجعوا تجذب السكان؟ حكما نحن اليوم لما بتصير يعني بنحكي باللامركزية الإدارية تبقى العبرة باللامركزية الإنمائية، إذا عملنا إدارة بس ما كان في إنماء ما بنكون عملنا شيء. وأكيد بالنهاية هذا يعني الموضوع المعنية فيه أكثر البلديات والوزارات. اليوم صار في كثير من المشاريع الإنمائية اللي عملت على صعيد البنية التحتية في تحسن كبير، ولو أنه بعد كثير نحن بعدنا مأخرين، يعني في عنا حاجة كبيرة لمحطات تكرير المياه، لمشاريع ري الأراضي، لأنه بتعرف هذيك منطقة زراعية، فنحن موضوع المي موضوع أساسي عنا. إضافة ل وبالنسبة لي بعتبر أنه السياحة وقت اللي بترجع بعلبك الهرمل واللي هي أنا بعتبرها أغنى محافظة على الصعيد السياحي بلبنان، ساعتها كمان بنكون نحن عم بس السياحة موسمية، يعني في لها موسم معين. هلأ بنحكي كمان المهرجانات قديش بتدعم المنطقة، بس نحن بنعرف ومن زمان بنسمع أنه من أكثر المناطق المحرومة بلبنان هي بعلبك الهرمل، وخصوصا هلأ مع كثافة المهاجرين أو اللاجئين السوريين يلي عم بيلجأوا لها، ما بعرف قديش عم تقدروا تعملوا توازن. اليوم نحن في عنا ضيع فيها نازحين سوريين أكثر من اللبنانيين، أكثر من السكان، من المواطنين اللبنانيين. يعني بعطيك أمثال، أحيانا في 4 أضعاف سوريين عن اللبنانيين. اليوم بالموضوع النزوح السوري، محافظات مثل بعلبك الهرمل وعكار لكونها هي على حدود السورية وقريبة كانت على مناطق اللي فيها شهدت حروب من الميلة السورية، فكان عندها الحصة الأكبر. إضافة أنه يعني اليوم السوريين اللي إجوا على لبنان فينا نقسمهم لثلاثة كاتيجوري، في النازح يلي معه بطاقة نازح بياخد بيستفاد من مساعدات الأمم المتحدة ولكن ممنوع يشتغل، وفي عندك اللي إجا وعمل إقامة يلي هو بحق له يشتغل، وهيدا يعني النوع الثاني يلي يكون اصلا عم بيكون بمحلات يعني مثل جبل لبنان وبيروت، يعني بالمدن اكثر ما مزبوط. بالريف، لانه بالريف نحن عندنا مع الاسف انه يد العامله قليله، وبنفس الوقت عم بيعيشوا حياه صعبه، الفرص يعني للعمل كمان قليله، اضافه للمنافسه اللي عم بتصير، اضافه انه نحن بلد يعني بنيتنا التحتيه شوي ضعيفه، فما كنا قادرين نستعمل او نستوعب الوافدين الكتار اللي شاركونا على البنية التحتية سواء كان مي، نفايات، طرقات، كهرباء. نعم بشير، انت كنا عم نقول تحت الهواء انه انت اصغر محافظ بلبنان، عم تدخل هيدا الروح الشبابية حتى على العمل بالمحافظة؟ انا بحقيقة صغر سني ساعدني كثير، يمكن انا لو بعمر اكبر ما كنت قدرت عملت كثير من الاشياء اللي لهلا عم بعملها. مثل شو يعني؟ شو اللي ميزك؟ يمكن انه الديناميكيه اللي عندي اياها، الجلد اللي عندي اياه. انا بقول لك شغله، انه 80% من شغلي بالمحافظه هو اجتماعي و20% اداري. نحن شو عم نحكي؟ انه عدد سكاننا قليل، فبالتالي بريد اللي عندي بالمحافظه اذا بنقارنه مع باقي المحافظه بيطلع اقل. اذا بس اخذنا نقطه البريد يعني.
اي مثلا جبل لبنان يعني عم تحكي ب ما بعرف اكثر اكيد من مليون نسمه، بالوقت نحن حوالي 350 الف نسمه. فحكما لحتى اقدر انجح كنت بالاداره كنت بحاجه يكون عندي نشاط اجتماعي وقريب من الكل وعم يكون بكل المناسبات وكل المهرجانات وكل الايفنتس. طيب بالحديث عن المهرجانات نحن بنعرف رغم كل الحرمان اللي بتعاني منه المنطقة بتبقى هي محطة تاريخية بمجال السياحة والمهرجانات. السنة بتعيد بعلبك مرور 60 عام على انطلاق مهرجاناتها، أقدم مهرجانات دولية بلبنان، وشو عاملين لهالمناسبة؟ اوكي هلا قبل بس بدي ارجع، هالسنة رح تكون ببعلبك اكيد ان شاء الله ببعلبك، يعني كانت مؤخرا بالكازينو بالجديدة، هلا رح نحكي عن هذا الموضوع يعني. بس بدك توعديني انه نرجع نحكي عن الموضوع السياحي كله اكيد غير حلقة. لا لان في شغلة قلتي انه السياحة موسمية ورح اثبت لك انه لا ببعلبك فيها ما تكون موسمية. حقيقة نحن بال 2013 انا ما كنت بعد ببعلبك، ما كنت بعد محافظ، انتقلت المهرجانات وقت اذا بتتذكروا صار في نزل صواريخ ببعلبك الهرميل، وبال 2014 كنت انا اول من يمثل مهامي كمحافظ، عملنا اول حفله بقلعه بعلبك، ووقتها نقلوا المهرجانات وقت اللي صارت احداث عرسال وخطف الجنود اللبنانيين. مزبوط. فكان الوضع الامني منه كثير منيح. السنه الماضيه كان تحدي كبير انه نقدر نعمل ونرد المهرجانات على قلعه بعلبك، وبالفعل نعمل كل شيء. يعني من هون بوجه تحيه للجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولي، كل الاجهزه الامنيه، الكل كنا فريق عمل واحد، وخاصة أنه أنا ضمن مهامي أنا رئيس لمجلس أمن الأمن بالمحافظة، فعملنا اجتماعات مكثفة استبعنا كل التفاصيل بدءا من موضوع الأمن حتى موضوع إنارة الطرقات المؤدية إلى مدينة بعلبك. بالليل حكينا مع وزارة الأشغال ووزارة التأوكيد والمتعاونين. صحيح. فمرقة المهرجانات كانت رائعة وجدا ناجحة وما صار في ولا أي حادثة بتخوف. اليوم مع الأسف الإعلام ظلم بعلبك مثل ما ظلم طرابلس اللي هي مدينتي، وصارت كأن تصور شيء مدينة كثير خارجة عن القانون أو مثل يعني شيء مخيف أو شيء، بالوقت لا، هدول المدن عريقة وعندها تاريخها وأهلها ناس بيحبوا الحياة وبيحبوا الحياة وعندهم ثقافة وعندهم تاريخ، فلا انصبغت بصبغة مش لأن كان بعلبك ولا كان طرابلس اللي هي مدينتي واللي بحبها كمان. السنة بالمهرجانات والعيد الستين فحيكون حكما برنامج مميز، مش رح أستبق الأمور لأن احنا ب 11 أيار رح نعلن البرنامج، أكيد رئيس لجنة المهرجانات هي المعنية بموضوع البرنامج مدام نايلة دوفراج اللي بوجه لها تحية من هون، ولكن رح مرق لكم شغلة صغيرة أو تسريبة صغيرة بالإذن من مدام دوفراج أنه الافتتاح رح يكون مع فرقة كاراكلا، وعلما أنه كاراكلا هني أولاد بعلبك كمان، كاراكلا من بعلبك. مزبوط. ورح يكون عامل شيء أسطوري يعني بمناسبة العيد الستين لمهرجانات بعلبك. كنت عم تقلي أنه بعلبك منا منطقة سياحية موسمية. صحيح. مزبوط. يمكن إذا برجع براجع أفكاري بلاقي أنه وجود القلعة كفيل لأنه يجذب السواح كل فترة السنة. صحيح. بس أكيد في أشياء تانية بدك تدور عليها. أكيد. هلأ مش رح نحكي عن قلعة بعلبك اللي هي يعني نموذج فريد من نوعه بالعالم، يعني كثير من الضيوف الأجانب بيجوا على لبنان بيستقصدوا ويطلعوا على بعلبك، بيكونوا مسؤولين ويعني كثير كبار وبيطلبوا أنه يطلعوا على بعلبك كرمال القلعة. غير هيك في عنا نحن السياحة الدينية، محافظة بعلبك الهرمل فيها مقام سيدة خولة حفيدة الرسول عليه السلام، وفي عنا نحن سيدة بشويت بمنطقة دار الأحمر بضيعة بشويت اللي هي كمان بيجوا عليها كثير من المؤمنين بعيد السيدة خاصة بشهر آب، وعنا مغارة مرمرون يلي مع الأسف مش أخذ حق نهائيا. أنا رحت زرتها، معلم سياحي أثري ديني رائع، مغارة كانت دير محفورة بالإيد بقلب الصخر بقلب الجبل، كمان محل رائع. إضافة يعني وعنا نحن نهر العاصي اللي هو نهر الوحيد بمنطقة الشرق الأوسط يلي فينا نعمل فيه رياضة الرافتينج. فهون كمان سلام نحكي بالسياحة الرياضية إضافة للسياحة الدينية إضافة للسياحة البيئية اللي هي محميات مثل اليمونة وعينتها وكمان مناطق كثيرة بعلبك. معك حق. هلأ رجعت عدت النظر بكلامي. يلي عم نشوفهم هن فرقة كاراكلا بسنة 97 لما كمان قدموا عمل بعلبك. خلونا نسمع. كل الفنانين الكبار بالعالم كانوا يحلموا انه يجي يلعبوا على المسرح هذا لانه يحسوا بعظمه المعابد. مزبوط في مناسبه
كنا عم نحكي عن الأمن يلي أثر سلباً للأسف بالسنوات الماضية على مهرجانات بعلبك. قديش برأيك الأمن هلأ أو الوضع الأمني بلبنان بشكل عام بيسمح باستمرار المهرجانات خاصة بمدينة بعلبك يلي معرضة أكثر من غيرها مثل ما قلنا قبل؟ حقيقة نحن سنة منطلقين من نجاحنا بالموضوع الأمني سنة الماضية، كان في تحدي كبير وكثير راهنوا على نقل المهرجانات السنة الماضية، ولكن بين أنه الإجراءات الأمنية اتخذت ومرقت المهرجانات بشكل أكثر من طبيعي، ما صار ولا أي حادثة نهائيا، فلا نحن في عنا امن واهل بعلبك اصلا. بس هلا في احتفال بالكازينو؟ صحيح في بمناسبه عيد 60، لانه بس المهرجان راح يكون ببعلبك. لا موضوع العشاء هو موضوع منفصل عن موضوع الاحتفالات كمهرجان. احتفال بالكازينو، الكازينو هو اكثر عشاء رسمي يعني. مزبوط، عملته لجنه المهرجانات وداعيه الشخصيات اللي يعني لها علاقه بموضوع مهرجانات، لانه في حدا اتصل وعم بيستفسر بقى. بس لا اكيد انا بطمن الكل انه الامن سايرين بالمهرجانات بقلعه بعلبك اكيد. خير، كثير حلو. محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، نحن بنشكر حضورك معنا. الف تحيه لبعلبك، مدينه عريقه تاريخيه لبنان بشوف حاله فيها، وبنتمنى لها الاستمرار سياحيا بيئيا دينيا وعلى الصعيد الامني. ان شاء الله ما بتشوفوا غير السلام. ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك. ميرسي لك. نحن وصلنا لختام حلقتنا لليوم، الختام مثل العادة بيكون مع تقريرنا الرياضي. بكرة حلقة جديدة على 7:30، كونوا على الموعد. باي باي. تفتتح الجولة 18 من الدوري اللبناني لكرة القدم اليوم الجمعة بمباراة وحدة، حيث يستضيف شباب الساحل النجمة على ملعب أمين عبد النور في بحمدون. ولن تكون المباراة بين شباب الساحل الخامس ب 31 نقطة والنجم الثالث ب 38 نقطة سهلة على الأول يلي فقد توازنه في الإياب وفاز الأسبوع الماضي بصعوبة على الشباب الغزية الجريح 2-0. ولعل مدرب موسى حجاج فقد الأمل باحتلال مركز بين الثلاثة الأوائل وبيت همه الحالي البقاء في مسدس النخبة. أما النجم الثالث فيهمه الفوز بالنقاط الثلاثة ويراود عشاق الأمل بالوصول إلى اللقب واحتلال المركز الوصيف، وهذا ممكن حسابيا ومنطقيا إذ تفصل عن العهد الثاني نقطة واحدة بينما تفصل عن الصفا 5 نقاط. والنجم اللي حقق فوز جيد الأسبوع الماضي بتقدمه على السلام صغرتة 3-0 يشعر بالتفوق الميداني وبعودة الروح إلى لاعبينه، رغم أنه فقد مهاجمه الشاب محمود سبليني بإصابته مؤخرا بالرباط الصليبي، لكن ما يدعو إلى التفاؤل هو عودة الثنائي خالد تكجي القوي بعد إبلاله من الإصابة وتسجيل هدفين، وأكرم مغربي صاحب الإصابة الثالثة في شباك السلام. ويبقى الرهان على قائد الوسط عباس عطوي المتألق في مبارياته الأخيرة وبجانبه محمد جعفر الدينامو يلي لا يهدأ، وزميله المهاجم حسن المحمد، وبغيب عن الساحل لعب عمر عويضة للوقف، وسبق للفريقين أن تعادلوا ذهابا 1-1 في الجولة الأولى. وبتتابع هذه الجولة السبت بمباراتين، حيث يلتقي الراسنج وشباب الغزية على ملعب برج حمود ويواجه الصفا الأنصار على ملعب حمدون البلدي. يتطلع الصفا المتصدر ب 43 نقطة إلى تجديد فوزه الذهابي على الأنصار 3-1 في الجولة العاشرة، ويحدوه الأمل بأن يحافظ على فارق الأربع نقاط مع وصيف العهد على الأقل. وسيشهد ملعب أمين عبد النور في بحمدون كثافة جماهيرية لحساسية لقاءات الصفا والأنصار من جهة، فضلا عن دسامة العروض الفنية وكثرة الفرص أمام المرميين. ولا يمكن الاعتداد بالنتائج السابقة للفريقين لترجيح فريق على آخر، بل يمكن القول أن مباراة قمة مبكرة وفوز أي طرف متاح، ولا سيما أن تشكيلتي الفريقين متكاملتين. الصفا يمتلك ورقة رابحة في الوسط هو محمد حيدر، وقلب دفاع قوي هو علي السعدي، ويتوافر لدى الأنصار الرابع ب 34 نقطة، بالمقابل لاعب وسط فنان هو ربيع عطايا، شرط أن يقلل من ألعابه الفردية التي تتسم بالأنانية أحيانا. ويوجد قلب دفاع رائع يتمثل بمعتز بالله الجنيدي وبجانبه الظهير المتقدم حمزة عبود، ولا ينسى المهاجم الأرجنتيني لوكاس جالان صاحب 18 إصابة هذا الموسم. وكان الصفا حقق فوز عريض على طرابلس الأسبوع الماضي 4-1 في طرابلس، وسقط الأنصار في فخ التعادل السلبي مع الراسينج. وسيسعى الراسينج السابع ب 18 نقطة إلى الفوز بسهولة على شباب الغزية صاحب القاع ب 6 نقاط، ولكن رصيده لن يساعده على الارتقاء في الترتيب، إنما سيمكنه من البقاء في الوسط الدافئ، وسيزيد في رفع معنويات لاعبينه الذين نجحوا بخطف نقطة التعادل من الأنصار مؤخرا. ويضع الراسينج قبولاته التعويض لنتيجة لقاء الذهاب والذي أسفر عن تعادله مع الغزية 1-1 في الجولة 11. وسيضاعف لاعبي الغزية جهدهم في المراحل الأخيرة من الدوري لتجميع ما يمكن جمعه من النقاط لتفادي السقوط، لكن الأمر لن يكون سهل رغم تسلم المدرب فؤاد ليلى مهامه، لأن الأسلحة بين يديه لا تبدو فعالة وتحتاج إلى التجديد، وهذا محال قبل انتهاء الموسم. ولكن أمله لن يخيب إذا نجح في التقدم بنقاط قليلة على الحكم والسلام، لا ينجو بإعجوبه وبدعاء الصالحين، والغزية هو الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي فوز حتى هلأ. وتختتم الجولة الأحد بثلاث مباريات، حيث بيستضيف العهد النبيشيت على ملعب رفيق الحريري في صيدا،
وسلام الاجتماعي على استاد زغرتا والحكمة طرابلس على ملعب برج حمود. وربما لن يجد العهد حامل اللقب الوصيف ب 39 نقطة صعوبة في الحاق هزيمة جديدة بالنبيشيت السادس ب 26 نقطة يلي سقط الأسبوع الماضي أمام الاجتماعي 1-2. ويبدو أن نجاحات الفريق البقاعي باتت قليلة ولم يعد كما في السابق عصيا على الفرق الكبيرة. فالعهد المنتشي من فوزه الآسيوي الثلاثة الماضي على الحد البحريني يسعى للثأر لخسارته الذهبية 1-2 أمام النبيشيت في الجولة الأولى، وسيسعى لتكرار فوزه التاسع الأسبوع الماضي على حكمة 9-1، لكنه لن يحظى بمثل هذا العدد من الأهداف مهما كانت الأحوال، إذ يختلف مستوى النبيشيت عن الحكمة المهدد بالهبوط، ولعل ما يهم النبيشيت هو البقاء ضمن مسدس النخبة. والواقع أن العهد يصر على عدم إهدار أي نقطة في مبارياته المقبلة منتظرا تعثر الصفا، ويراود حلم إقصائه عن الصدارة في المباراة الأخيرة في الدوري اللي بتجمعهم ليفوز باللقب. وبيغيب عن العهد لعبه حسين زين الدين، لكن المدرب روبرت كاسبرت يمتلك بدائل عدة قوية. ويسعى مدرب الاجتماعي فادي العمري لتحقيق فوزه الثاني تواليا وزيادة رصيده من النقاط. المركز التاسع ب 16 نقطة هو حاليا حتى يضمن البقاء رسميا في دوري الأضواء. ولا يجد الحكم الحادي عشر بست نقاط مناص من اللعب بفدائيه في مبارياته المتبقية في الدوري، وأن مباراته مع طرابلس الثامن ب 17 نقطة، وربما تسهم وعود إدارة الحكم الجديدة بإضفاء معنوية عالية على اللاعبين، وذلك بأن تدفع لهم قسطا من مستحقاتهم المالية، ولا سيما أن بعض اللاعبين بدأوا يتغيبون عن التدريبات. ولابد لطرابلس من الفوز ليحافظ على موقعه في الوسط ولا ينعش معنويات لاعبينه بعد الخسارة الموجعة أمام الصفا الأسبوع الماضي 1-4، ثم الخسارة أمام الفيصل الأردني في كأس الاتحاد الآسيوي 1-3 في عمان. وسبق للفريقين أن تعادلا ذهابا 3-3 في الجولة الرابعة. لوكاس بيسجل هدف تقدم الأنصار وهدفه التاسع بالدوري. أيضا الأنصار ربيعة طايا بيمرر كرة ممتازة للوكاس.